لفقرة فكر فن أعزائي المشاهدين، اخترنا لكم اليوم بعض رسومات الكاريكاتير للفنان المعتقل أكرم رسلان، والذي تم اعتقاله على يد مخابرات النظام العسكرية يوم الاثنين الموافق 2 تشرين الأول 2012 أثناء تواجده في مبنى صحيفة الفداء حيث كان يعمل، وما زال مصيره مجهولا. الجدير بالذكر أن الفنان أكرم رسلان من مواليد عام 1974 في مدينة صوران التي تبعد 18 كيلو مترا عن مدينة حماة، يحمل إجازة في الأداب العامة من جامعة دمشق عام 1996، عمل في عدة صحف عربية وتنشر رسومه في مواقع مختلفة. لنتذكره معا عبر إبداعاته هذه.